وصلني اليوم أرخص سونيت من العلامة الصينية وينجل 5 2023. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعينا غاليين، تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن سيارة مميزة بسعرها ومواصفاتها وتجهيزاتها، تعتبر من أرخص السيارات الصينية. طبعا وصلت في الفترة الأخيرة بمحرك 2400 سي سي سواء ديزل أو بنزين، خيارات متنوعة وكثيرة. وينجل 5 في الموديل الأخير 2023. فبشكل سريع نتكلم عن تجهيزاتها ومواصفاتها بشكل عام. طبعا مثل ما نلاحظ السيارة بشكل بسيط، نظام الترفيه فيها طبعا متوسط، عندنا نظام الثامة برضو متوسط، يعني تجهيزات على قد السعر. نجي أول حاجة في الواجهة الأمامية، طبعا الإضاءات بالعادة بتكون هيلوجين بالنسبة للعالي والواطي، مع كشاف ضباب بالجزء السفلي. راح نشوف الإضاءات بعد شوي. عندنا الشبكة الأمامي مثل ما نلاحظ جاي على كروم بشكل كامل، متوسط وشعار وينجل. طبعا الجزء العلوي والجزء السفلي كلها فيها فتحات للتهوية تبريد المحرك، وعندنا على الجزء الأيمن والأيسر كشافات الضباب. طبعا لاحظ ما شاء الله سيارة رفارف فيها منتفخة بشكل واضح، عندنا جنوط حديد. طبعا السيارة جاية بنظام دفع خلفي، عندنا واي بودي عندنا هنا مثل ما نلاحظ الجزء واضح. طبعا حماية للكفرات بمعنى بشكل أفضل. عندنا إشارات بالمرايات، المرايات مدمجة بالنوافذ تعطيك زاوية رؤية أفضل. مقابض باللون الأسود، ملاحظين المقابض جاي باللون الأسود. عندنا 5 خطافات واضحة بالخارج ما شاء الله. عندنا هنا صندوق السيارة طبعا باللون الأسود، هنا الجزء السفلي، وعندنا إشارات أو لمبة الفرامل بالخلف، بالإضافة لحساسات خلفية، شعار جريت وول، بالإضافة للوينجل 5. عندنا هنا الباور، الاستبنة بالجزء السفلي طبعا مثل ما نلاحظ الاستبنة. طبعا طريقة فتح الباب الخلفي بكل بساطة نشوف الحين. لا والله خفيف، الصلاة على النبي، لا والله خفيف. بعض السيارات ما شاء الله بتكون بمجرد ما تفتح هذه بتلقى السيارة الأبواب تنزل بالصوت غير طبيعي بحكم ان الباب الخلفي ثقيل. خلونا نتكلم عن المحرك بشكل سريع. بهذا الجزء نفتح غطى المحرك. طبعا نتكلم بالتحديد عن محرك 4 أسطوانات سعة 2400 سي سي دفع خلفي. هذا هو المحرك ما شاء الله، محرك الوينجل بالدفع الخلفي. عندنا هنا بطانة داخلية تكلم من الأصوات اللي خارجة من المحرك للمقصورة الداخلية كنوع من أنواع العزل بشكل أفضل، لكن بعد شوي راح نشغل السيارة ونسمع الصوت وأعطونا تقييمكم بالتحديد. هنا عندنا تقييم استهلاك القود 11.3 كيلو لكل لتر بنزين، التقييم جيد، بنزين 91 دفع خلف 2023 و 2400 سي سي. عندنا هنا تانك البنزين سعته تقريبا حول 60 لتر. خلونا الحين نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية. نبدأ كالعادة يا سادة من ناحية الراكب. طبعا الخلفي نلاحظ هذا الجزء عندنا المقابض الداخلية كروم، النوافذ كلها كهربائية، عندنا مساحات تخزين بالأسفل، مراتب مخمل، تحكم فيه يدوي. عندنا هنا الدرج طبعا مثل ما نلاحظ، أدوات الرفع أدواتها من الوكالة. طبعا هنا حزام الأمان، خلينا نفك حزام الأمان أول شيء. طبعا هنا الطفاية مثل ما نلاحظ، هنا بالخلف نلاحظ طبعا، خلونا أول شيء نقدم المرتبة.
هنا بالخلف نلاحظ العفريتة وأدوات الرفع بالإضافة للمثلة. طبعا المركبة تحركها بالكامل على أي مستوى تحتاج، مثل الرأس متحرك جلد، طبعا داخلية جلد. خلونا نرجع المركبة للخلف بهذه الطريقة، رجعناها للخلف بالكامل ما شاء الله. هذه كلها مساحات تخزين طبعا. والحين من الناحية الثانية ما شاء الله تبارك الله، هنا أوتو السايق، عندنا هنا إضاءات الخلفية، عندنا هنا تحكم بالميديا ما شاء الله. نشغل السيارة الحين، بنسمع صوت المحرك. طبعا أول حاجة نلاحظ هنا نقل الحركة، هنا التحكم بالتكييف، هنا كشافات الضباب. نشغل الإضاءات حتى نخرج نشوفها بالخارج بالكامل. هنا عندنا التحكم أو شنك في الصوت. هنا عندنا التحكم بعدد الرحلات، طبعا الأبواب مفتوحة فما راح تتحرك معنا. هنا عندنا حاملة أكواب، الطفاية، مساحة تخزين، منفذ USB 12 فولت. عندنا هنا الدرج، طبعا هنا عندنا شماسات، هنا عندنا شماسات كمان، وعندنا هنا الدركسون مكسب الجلد، صوت البوري. والحين ايش نسوي؟ الحين خلونا نسمع صوت المحرك. وهذا هو صوت المحرك في وينجل 5 2024. طبعا يعتبر صوت المحرك شوي عالي، هذا هو صوت المحرك، مع انه فيها عزل داخلي مثل ما نلاحظ اللي هي البطانة، قل من الصوت اللي خارج من المحرك بالمقصورة الداخلية كنوع من انواع العزل. لاحظ هنا الاضاءات، كشاف الضباب بالجزء السفلي، بالنسبة للعالي والواطي بالجزء العلوي. عندنا الإضاءات اللي هي بالخلف الخاصة بالريفيرس أو المصابيح بالخلف، هذه هي بالكامل. سعر السيارة نتكلم عن 45,000 ريال. في النهاية أتمنى التغطية نالت على إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. طبعا السيارة تنافس أبرز منافساتها، نتكلم عن تويوتا هايلوكس، ميتسوبيشي L200، نتكلم عن فورد رانجر، ويعني نتكلم عن سيارات كثيرة متنوعة طبعا، بس بالتحديد نتكلم عن الغمارة. فما شاء الله السيارة تعتبر هي الأرخص بين منافساتها، نتكلم عن 45,000 ريال. فالسعر يعتبر جدا رخيص مقارنة بباقي المنافسات، مقارنة بالمواصفات اللي موجودة عليها. محرك بنزين 2400 سي سي. أتمنى التغطية نالت إعجابكم، في أمان الله، في حفظ الكريم. Beep, beep.